أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الشرط السادس هو أن لا يكون من أهل البادية أو من البدو الرحل، لأنهم كعنوان من الرحل يعني دائما هو هذا ديدنهم، يرحلون طلبا للكلأ، طلبا للماء، للعشب، لرعي أغنامهم، إبلهم في الصحراء، ويتنقلون ومساكنهم معهم. في هذه الحالة هي صلاتهم في كل الأماكن التي يتجولون فيها أو يستقرون، صلاتهم تمام لا قصر فيها. لكن إذا سافر هذا البدوي مثلا من البادية للزيارة أو لإجراء معاملة أو للحاج أو لأي غرض من الأغراض، فإذا انطبقت عليه الشروط السابقة واللاحقة، الشروط الثمانية اللي ذكرناها في مسألة قصر الصلاة، فإنه يقصر أو يقصر في صلاته. إذا العنوان اختلف لأنه في وقت في الصحراء من الرحل، لكن حينما يأتي إلى المدينة ينطبق عليه تلك الشروط، فإذا يقصر من صلاته.